لله يا ربي اليوم اللي دخل كان حاضر وما جاء النجاح هذا كان معنا الديفونس واقفة اليوم ديفونس ما شاء الله ما قصرتش كما نقولوا زاد دربي ماتش معروف اللي يغلط أكثر هو اللي يخسر اليوم الحمد لله مالغري دومينيتات زايدين رغم اللي ما ناخذنا برشا دومينيتات خارجين على الكورة كما نقولوا الحمد لله عرفنا ندير كل أخطاء ذيك ورجعنا معنا لعبنا ماتش به. خلينا نقول اليوم وجود كريس دريسي المنافسة كبرت وذلك في فايدة النادي الأفريقي في الكوس نتاع حراسة المرمى. بالطبيعة وجود دريس حتى سيف معنا منافسة تكبر بالطبيعة وإحنا ثلاثة مع بعضنا الحاضر يلعب صح سيفه والحاضر يلعب كما قلت لك دريس اكسبيريونس كبيره تبارك الله قاعد ناخذ منه في اللي نجم سيف كيف اكبر مني زاده قاعدين نتعلموا على بعضنا واللي عنده حاجه ينفع بها صاحبه الفريق اليوم عندها دور كبير في الانتصار ما نجموش نخليو جمهور كيما هكا يروح متغشش الحمد لله يا ربي عطينا اللي نجموا عليه وفرحنا الجمهور الحمد لله ان شاء الله نكملوا دوك مزال عندنا شامبيونان ان شاء الله نكملوا هكا الاكسبيريونس اللي عنده من البرة كسوا في تونس ولا البرة واحد يحاول باش يعطيها حتى معناها الولاد صغار جروب صغير اما زاد هما شباب ما قصروش تبارك الله عليهم وكانوا في المستوى وكلنا اللي احنا ماذا بينا واحد كل واحد يعاون بكوره كيما حكينا راك شفت الريزلتا معناها وفي الماتش نتيجه باهيه كيما قلت انت روح كبيره اليوم هما معناها كيما نقولوا احنا السنه ربحونا معناها 3 ماتش ولا 4 والولاد حاطين في قلوبهم الناس الكل واحد عاون باللي يقدر اليوم راك شفت معناها في ماتش كبير من اول الماتش واحنا مسيطرين لاخر ماتش وربي وفقنا وكل التوفيق من عند ربي في الاخر الحمد لله اللي عنده دور كبير معناها كي تبدا بجمهورك قدام جمهورك نتصور معناها ان شاء الله يا ربي احنا نعملوا اللي علينا وهما الفوق يعملوا اللي عليهم اليوم في الدربي مازالوا برشا دربيات باش يتلعبوا في الكوب في الشامبيونات زاد كيف لازم نقولوا اول فيكتوار في برشا فيكتوار تقريبا لازم نكونوا موجودين الكلوب والله صحيح اول حاجه الحمد لله على الانتصار هذايا اليوم دربي باهي دربي نستناو فيه عندنا برشا ماك تعرفوا حكم الديفات اللي عملناهم اليوم سقينا على القاعه بدينا كيما نقولوا حطينا كل في كل تاك ديفونس الحمد لله ميزنا بشويه اللي نجي للبلاي اوف وان شاء الله جاي خير للكلوب.